35 ممثلا عن دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش تداعوا لاجتماع المجموعة المعنية لمكافحة تمويل التنظيم الإرهابي ومناقشة السبل الكفيلة بتجفيف منابع التمويل حتى يقضى نهائيا على جميع المنظمات الإرهابية. أود أن أؤكد هنا التزام دولة الكويت بتوصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بمكافحة وتمويل الإرهاب والالتزام بتوصياتها، لا سيما ما جاء بالتوصية 5 و8 حيث وضعت القوانين والإجراءات التي تكفل شفافية التبرعات الخارجية ونزاهة العمل الخيري في دولة الكويت والتي أصبحت تحت إشراف وزارة الخارجية. أهمية التعاون ما بين الدول من حيث بداية تبادل المعلومات، من حيث معرفة مصادر التمويل، من حيث معرفة الحركات المالية كيف تصدر ومن يستقبلها، هذه جميعا مهمة لغايات تتبع مصادر الأموال وصولا للمصدر الحقيقي لهذا التمويل. مجموعة العمل لمكافحة القدرات المالية للتنظيم والتي تقودها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وإيطاليا واصلت تطوير وتنسيق التدابير ضد النشاط المالي، داعية الدول المجاورة للتنظيم بتشديد المراقبة المالية على أي موارد قد تصب في صالح التنظيم. الهدف من هذا الاجتماع هو استكمال الاجتماعات السابقة 5 السابقة وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجيات والآليات التي تم وضعها من خلال الأعضاء المشاركين في تجفيف منابع تمويل الإرهاب. من الصعب على أي دولة منفردة الوقوف أمام التمويل المالي لمنظمات الإرهابية إن لم يكن هناك تعاون إقليمي دولي من أجل تجفيف المصادر المالية التي تعتمد عليها هذه التنظيمات لتنفيذ عملياتها في أنحاء العالم المختلفة. لا إرهاب بدون تمويل، رسالة واضحة أوصلها هنا المجتمعون لجميع الدول المعنية بمكافحة تمويل تنظيم داعش. لتلفزيون المجلس رياض العبادي.